يا سيدي، الحقيقة أنه وعد بلفور هو وعد ظالم ومجحف في حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية. بعد مرور 104 سنوات تقريبا، لا يسعني إلا أن أقول أنه الأمل موجود. يعني شايف الضغوطات اللي بتصير قاعدة على الوضع اللي هو طبعا الشعب يعني بالمناطق كلياتها بحاولوا طبعا انه يضغطوا علينا في الامور الماديه حتى احنا نلجا ونتنازل عن اي قضيه باي حال من الاحوال. وانا بحكي ان شاء الله ايدينا بايد بعض، ان شاء الله بايد رب العالمين راح ننتصر وراح نكون ان شاء الله فلسطين لنا. يعني وعد بلفور وعد مشؤوم واجى لتقسيم الامه. يعني الامه عمرها كانت امه واحده ولها رساله واحده، صارت عبارة عن دويلات، وكل دولة تتغنى بقوميتها وتتغنى بحدودها الجغرافية، وهذا هو يعني من المآسى لوعد بلفور. يعني لا أعتقد إطلاقا، لأن وعد بلفور ما زال يسري في عروق الساسة، وما زال وعد بلفور يقسم الأمة، وما زال فعله قائما. نحن أقرب إلى التحرير عندما تتحد الأمة وتتجاوز تقسيمات وعد بلفور ويصبح قلب الأمة على قلب رجل واحد بعقيدتها وإيمانها بأن القدس وفلسطين هي حق لجميع الأمة العربية والإسلامية. للأسف الشديد أننا أكثر شردمة الآن من وعد بلفور بما يجري لدينا من خلاف بيني داخلي واختلاف على صعيد الدول، لدرجة أستطيع أن أقول بأن الكيان الصهيوني يتمدد يوما بعد يوم حتى عند الدول العربية التي كانت تعتقد بأنها دول مناصرة لفلسطين، فقدت البوصلة، فنحن في متاهة كبيرة.